هنبتدي جاهزين؟ الو، تمام يا دكتور، اتفضل. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المحاضرة بتاعت النهاردة محاضرة لطيفة جدا زي ما قلت لكم في الراوند، طبعا و ملغمة. يعني ايه ملغمة؟ يعني لم معلش يا يعني أسامة، لم اقفل المايك. يعني لما مشيت في جواها. طبعا مادة خصبة جدا جدا للامتحانات الام سي كيو، لانها مليانة ارقام ومليانة موست كومن موست سبيسيفيك والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. فعايزين كده ناخدها واحدة واحدة، ماشي، بحيث ان هي ان شاء الله باذن الله الاسئلة هتبقى جواها، انتوا عارفين طبعا، بس ايه وارد جدا فيها اللخبطة. عايزكم ايه، يعني مش هقول تحفظوها، بس يعني ايه حاولوا تعملوا لها كلاسيفيكيشن في دماغكم علشان تفهموا كويس ايه اللي حاصل. ماشي، نبتدي ان شاء الله. طبعا المحاضرة عن البرينيتال انفكشنز، والبرينيتال انفكشنز دي يعني سبيكترم كبير قوي، وكلمة برينيتال شخصيا عليها ديبيت في تعريف المدة الزمنية بتاعة البرينيتال اريا او البرينيتال تايم او بيريود. انما يعني هنحاول نبسط الامور بقدر المستطاع علشان ما تتلخبطوش. الهدف زي ما اتفقنا من المحاضرة، اول حاجة نحدد يعني ايه برينيتال، وايه السبيكترم بتاع الانفكشنز اللي ممكن تحصل تأثر على المذر والفيتوس اثناء البريجنانسي، و كل واحد منهم هناخد الحاجات اللي تهمنا منه، لان كل واحد منهم على فتح المايك يقفل له صح، علشان كل واحد منهم ليه تفاصيل كتيره جدا على مستوى المايكروبيولوجي وعلى مستوى الباراسيتولوجي، يعني ليه محاضرات اخرى، بس احنا واخدين اللي يهمنا منه في الامباكت بتاعه على البريجنانسي والفيتس. طبعا المذر والفيتس اثناء البريجنانسي، الكاركترستيك فيتشرز بتاع كل واحد، وركزوا قوي على كلمه كاركترستيك علشان خاطر في حاجات كومن كتير بينهم وبين بعض، ولكن مش هو ده اللي هيجي في الاسئله، واسئلتكم كلها مالتيبل تشويس، فالكاركترستيك فيتشرز مهمه قوي في كل درس، لازم نطلع بيهم كده ان شاء الله نكتبهم في ورقه لوحدهم على جنب. طبعا الانفستيجيشنز اللي بنعملها وايه فيها مهم وايه لا، والتريتمنت اوبشنز طبعا، والسكريننج والبريفنشن، ودول مهمين قوي علشان خاطر في حاجات كتير لو حصلت ما بنعرفش نتعامل مع المشاكل اللي حاصله وراها او منها، تبقى حاجات لايف لونج ترابلز او ديسابيلتيز. فيهمنا قوي ان احنا نشوف مين اللي ممكن يتعمل له سكريننج، مين اللي ممكن يتعمل له ايرلي ديتكشن، مين اللي السكريننج بتاعه كوست افكتيف ومين لا. ده هيجي في وسط الكلام طبعا. كلمة perinatal infection، perinatal infection معناها ان دي اي مايكرو اورجانيزم ايا كان نوعه that affect the pregnant mother and can be transmitted to the fetus. و transmitted to the fetus مش شرط يكون transplacental، على فكرة ممكن يكون transplacental، ممكن يكون through blood، ممكن يكون by contact للvaginal secretions او blood اثناء النورمال ليبر. فالمهم ان هو في طريقه ما هيتنقل من المذر للفيتس، either during pregnancy labor or even after labor through كمان البريست فيدنج ما ننساهوش، اشهر مثال عليه الاتش اي في. طبعا مش شرط ان تكون المذر سيفيرلي افكتد عشان خاطر الفيتس او عندها كلينيكال بيكتشر عنيفه عشان الفيتس يكون فيه ابنورماليتيز عاليه، والعكس بالعكس، احيانا تكون المذر عندها سيفير سيمتومز لكن البيبي بروتكتد لان مثلا الفيروس مش بيعدي او الاورجانيزم مش بيعدي البلاسينتا. فبرضه الحاجات دي هندخل في الديتيلز بتاعتها قدام. البرينيتال اريا او البرينيتال بيريود اوف تايم اختلف عليها المفسرين،
واختلف وجهات النظر ما بين بتوع الأوبستيتريكس وبتوع البيدياتريكس أو النيوناتولوجي. هم رأيهم بتوع البيدياتريكس بالذات إن هي الثيرد تريمستر وان ويك أفتر ديليفري. إحنا ممكن نفردها شوية تاني، بتوع الأوبستيتريكس يعني لغاية 22 أسبوع وبدايتها يعني من 22 أسبوع لغاية وان ويك أفتر ديليفري. وفي ناس خلوها بالويت، في ناس قالوا 500 جرام وفي ناس قالوا 1000 جرام للفيتس اب تو الليبر الفول تيرم يعني وان ويك افتر. انما هو في النهايه ما حول الفتره اللي ما حول الليبر اللي هي الاسبوع اللي بعد الولاده والكم اسبوع اللي قبل الولاده ايا كان. خلاص في بعض الحاجات، وده يمكن مش عايز اقول لحسن الحظ ولكن ممكن يكون لحسن حظ المريضة، انه بعض الحاجات لما بيكون المشكلة حاصلة بدري يعني في الفيرست تريمستر مثلا بتنتهي بمسكاريج، يعني بيحصل لوس اوف بريجننسي، وده بيكون افضل بكتير من انه يكمل ويكون عنده مشاكل زي مثلا المينتال ريتارديشن او الهيرنج ديفكتس زي ما هنشوف في الحاجات اللي جاية. انما لما بيكمل بعد ال 26 او 22 ويكس او 500 جرام او 1000 جرام ايا كان او الثيرد تريمستر بتبقى المشاكل الى حد ما اقل، فيعني بيكون احسن شويه، ولكن في بعض الاحيان بيكون في مشاكل ضخمه وهنشوفها دلوقتي. البيرينيتال انفكشنز سبيكترم كبير قوي، وانا حاولت اجيب لكم منه الحاجات الكومون اللي موجوده عندكم في الكتاب بتاع الكابلان ده وشويه حاجات تانية اضافيه اللي هي تهمنا، لكن هو في اكتر من كده بكتير، وهي بتمثل من 2-3% من البيرث ديفكتس، يعني الحاجات اللي مالهاش دعوه بالكروموزومز ولا بالجينات ولا بالتراتوجينيك دراجز، لكن هي ليها دعوه بس بالانفكشوس اورجانيزم، بتمثل من 2-3% من البيرث ديفكتس، من المشاكل اللي بتحصل في الفيتس لما بيتولد بسببها. طبعا زي ما قلنا اتس اوايد اند جريت فرايتي او سبيكترم اوف اورجانيزمز اللي ممكن تعمل perinatal infection either viral أو bacterial أو protozoan أو حتى fungal، ومش كلهم مش لازم كلهم يكونوا sexually transmitted diseases، في حاجات مش sexually transmitted diseases. وزي ما قلنا برضو في الأول إن السكريننج لازم يكون cost effective، يعني لما هعمله للناس كلها ده هيكلف فلوس، لازم الفلوس اللي هيكلفها لي دي يكون لها مردود في الأوتكم. ما ينفعش ان انا اعمل سكريننج الحاجه في الاخر مش هتفيدني، يطلع في الاخر ملهاش حاجه، ملهاش تريتمنت مثلا، ملهاش حاجه بريفنتيف، لازم يكون ليها مردود اقتصادي صحي علينا لما نيجي نعمل سكريننج تيست. زي ما اتفقنا بقى حاولت ارتبهم لكم شويه بحيث ان احنا نبتدي بالحاجات اللي شويه ليها تريتمنت، وبعد كده نروح على الحاجات اللي هي ايه لحد ما ملهاش تريتمنت ولازم نتعامل مع مشاكلها ايا كان. فانا في ترتيب المحاضره هنبتدي الاول بالبروتوزوا والبكتيريا اللي هم التوكسوبلازموزس في البروتوزوا، والبكتيريا الانفكشنز اللي هي زي الجروب بي ستريبتوكوكاي والكلاميديا والسيفلس، لو هنعتبر الكلاميديا بكتيريا طبعا. الفيرال ودول زي الروبيلا وسيتوميجالو فيروس والهربس سيمبلكس فيروس والهيباتيتس بي والهيباتيتس سي لحد ما، الاتش اي في والهيومن بابيلوما فيروس، كل دول هنتكلم عليهم فين في سياق المحاضره ان شاء الله. نبدا بالتوكسوبلازموزس ونخلص منه علشان ده اول واحد، وانا من وجهه نظر من اهمهم لانه فيري كومن وفيري كومن في مجتمعنا، وهو يعتبر الوحيد اللي عليه الضوء في البروتوزوا الانفكشنز، ولا هو بكتيريال ولا هو فيرال، هو بروتوزو. عارفين طبعا انتوا التوكسوبلازموزس، التوكسوبلازموزس ده في الوسط العام او في وسط الناس بيتقال عليه مرض القطط، لما تيجي العيانه تقول انا دكتور بسقط ليه؟ ما عندي مرض القطط، هو ده التوكسوبلازموزس، هو اسم على مسمى لان اصلا المايكرو اورجانيزم بيبقى اكسكريتد اصلا في الكاتس فيسز اونلي، والكاتس اللي هي بقى الدوميستيك كاتس والفيرال كاتس والكلام ده. It's a disease that results from infection with a parasite called Toxoplasmosis gondii. Any healthy individual جاله الانفكشن ممكن يعدي خالص من غير ما يكون عنده أي أعراض
او تكون مايلد سيمبتومز بس الاميون ديفيشنت. وكالعاده طبعا الاميون ديفيشنت اللي هم اللي زي مثلا اتش اي في وزي الجماعه بتوع الرينال ترانسبلانتيشن، ونحط جنبهم البريجننت لان الاميونيتي بتاعتهم بتبقى شويه كومبرومايزد، دول بيكون عندهم ميجر ترابلز بعد الاحيان. بيحصل ازاي؟ بريفلي كده طبعا ده درس باراسيتولوجي كبير قوي يعني، ولكن بيحصل عن طريق الايه الانجيشن اوف اني كونتامينيتد فود وذ كاتس ليتر او فيسز، سواء كانت فيرال او دوميستيك. دوميستيك اللي هي القطط اللي في البيت، والفيرال القطط اللي في الشارع او لو في بلاد مثلا فيها غابات ولا كده الحاجات اللي من فصيله القطط يعني. او ان تكون الدوميستيك كاتس اكلت اندر كوكد ميت، او البني ادمين اكلوا ميت اندر كوكد وكونتامينيتد بالايه بالسيستس اللي موجوده او بالمايكرو اورجانيزم، او بقى الفيجيتابلز لو في جنينه وفيها قطه والقطه عملت ديفيكيشن على الفيجز مش مغسوله كويس وهكذا، وكل اي طريقه يدخل بيها للايه للماوس. جنرالي ما عندوش كلينيكال بيكتشر معينه، هو اتس مايلد، شويه هيديك، شويه سوال الليمف نودز، بادي اكس زي ضرب البرد. انما في بعض الاحيان في الاميون ديفيشن يكون في سيفير هيديك، وساعات في سيجرز، في كونفالجنز، او يكون في كونفيوجن. كوردينيشن بيأثر على السنترال نيرفس سيستم. في ميزه بقى في التوكسوبلازموزيس انه الاكسبوجر ليها بيمشي كلاسيك، يعني بيتعرض للاي جي ام بيتكون الاول طبعا زي ما انتم عارفين من الميكروبيولوجي ده ايرلي ودزنت لاست لونج، وبعد كده بيتعرض بيتكون الاي جي جي، والاي جي جي ده هو اللي بيخلي الواحد عنده او الهوست عنده لايف لونج اميونيتي. خلوا بالكم في ان موضوع اللايف لونج اميونيتي مش موجود في كل الحاجات، في حاجات فيها لايف لونج اميونيتي ودول احسنهم طبعا، لان السنجل اكسبوجر بيخلي اللي بيعمل زيت ده يقفل المايك بعد ان بيخلي الهوست ده هو بس فولنربل ساعه الاكيوت انفكشن، وبعد كده بيبقى عنده اميونيتي فور لايف اميونيتي. في بعض الاحيان هنشوفها قدام برضو خلي بالكم منها عشان موضوع الام اس كيو بيحدد قوي في الكلمات، في الاميونيتي بس بيكون مش اميونيتي حقيقيه، بتكون ليتنسي يعني بيدخل في دورمنت ستيت وبعد كده بيحصل له ري اكتيفيشن في اي وقت خلاص. ففي فرق بين الاثنين، هنلاقي هنا وفي الروبيلا بيبقى عندنا الروبيلا في الفيرول في الفيروسز يعني هنلاقي عندنا لايف لونج اميونيتي، يعني وانس ان الواحد خده خلاص بيبقى مكمل معاه ان هو اميون ضده طول العمر. انما في بعض الاحيان وده كتير هنشوفه زي في الهربس سمبلكس وحاجات شبهه بيبقى في ليتنسي، يعني ايوه بيتكون اي جي جي واي جي ام بس الهوست او الاورجانيزم بيكون دورمنت موجود مش ايراديكيتد ويحصل له ري اكتيفيشن في اي وقت، وده بيفرق طبعا في الاتاكس اللي ممكن تيجي. في التوكسوبلازموزيس هنا فورت لما بنيجي نعمل الاي جي جي اللي هو بتاع اللونج تيرم اميونيتي يعني بيبقى تقريبا 40 ل 50% كمان من البريجننت وومن بوزيتيف، فده معناها ان هم جالهم الانفكشن قبل كده وهم اميون دلوقتي، ودول بيطمنوني ما يخوفونيش بيطمنوني، اقلق لو عندها الاي جي ام بوزيتيف. طبعا ذا ريسك اوف فيتال انفكشن في التوكسوبلازموزيس بيعتمد على البرايمستر اللي بيحصل فيه الانفكشن، يعني الاكتيف انفكشن هتحصل امتى. لو حصلت فيري ايرلي ده بيعمل حاجه من الاثنين، يا اما بيعمل نو كومبليكيشنز لان المذر بتبتدي تكون اميونيتي وبعد كده في خلال اسابيع بيكون خلاص ايراديكيتد المايكرو اورجانيزم والاي جي جي اتكون، او انه يكون وصل للفيتس ويعمل ميسكارج ونخلص من البريجننسي من البدايه. يعني ايه؟ تو اكستريمز، يا اما ما بيعملش حاجه خالص لما بيكون ايرلي، او ان هو بيعمل ميسكارج او بيحصل ايرلي فيتال ديمايس وبنخلص من الايه؟ من المشكله وتبتدي البريجننس اللي بعديه وهي عندها الاي جي جي، فبالتالي بتبقى اميون وما بنخافش على حاجه منها. يبقى في الفيرست ترايمستر انفكشن الانفكشن ريسك از لو 15% ولكن سيريس علشان بيعمل ميسكارج او بيعمل ايرلي فيتال ديمايس. ثيرد ترايمستر بقى بنتكلم على الاكتيف انفكشن، خلي بالكم مش الاميونيتي، الاكتيف جالها دلوقتي المايكرو اورجانيزم. ثيرد ترايمستر انفكشن بيبقى المشاكل اعلى اب تو 50%، ولكن
ما بيبقاش فيها ايه، ما بيبقاش فيها ميجر انوماليز كتيره يعني. في حاجه اسمها انفكشوس او مونونيوكليوزس لايك سيمبتومز، في حد فيكم يعرفها؟ مونونيوكليوزس لايك سيندروم، ده سيندروم بيجي اكتر للتينيجرز وبيكون مين اللي معاه شويه فيفر وفارنجايتس وليد إديمة وأبر ليب إديمة مع مونونيوكليوزس في السي بي سي، بيبقى مش موجود معاهم شبهه إلى حد ما، مع إنه مش مونونيوكليوزس يعني بس شبهه. نيجي بقى لنقطة مهمة في التوكسوبلازموزس، وركزوا بقى في الحاجات دي، إن في حاجة اسمها دي كلاسيك ترياد اللي بنشوفه في الفيتس بتاع المذر اللي عندها توكسوبلازموزس. لا لا ايه الكلاسيك ترياد ده اللي بنشوفه في الفيتس بتاع المذر اللي عندها توكسوبلازموزس انفكشن، بيكون هيدروكيفالس وانتراكرينيال كالسيفيكيشنز وكوريو ريتينايتس، يعني اي وبرين ترابلز. وخلي بالكم من كلمه انتراكرينيال كالسيفيكيشنز، لان قدام شويه هناخد نوع ثاني من الكالسيفيكيشنز انتراكرينيال برضه، بس بيكون بيريفنتريكلر حوالين الفنتريكلز بتاعت البرين، لكن ده انتراكرينيال في اي مكان. وكوريو ريتينايتس، الترياد ده مهم ممكن جدا يجي في سؤال، مثلا ذا كلاسيك ترياد انكلود 1 2 كذا اكسبت 1 2 3 4 ويطلع واحد متضاف عليهم رابع ملوش علاقه بالموضوع، فمهم الحاجات دي، التركات الصغيره دي مهمه قوي. ممكن جدا بقى حاجات جنرال، يعني ده الكلاسيك اللي هو السبيسيفيك، ممكن يكون في اي جي ار او مايكروكيفالي او نون اميون هايدروبس، انتوا عارفين الهايدروبس طبعا اللي هو سبكوتينيوس اديما او بلورال افيوجن او اسايتس او بيريكاردال افيوجن نون اميون، عشان نفرقه من الجماعه الار اتش نيجاتيف اللي هم عندهم ايه، عندهم الاميون هايدروبس. Some of the affected neonates are asymptomatic لغاية لما يوصلوا late childhood أو even the teenage، يعني يوصلوا لغاية سن 12 13 14 سنة، وبعد كده نبتدي نلاحظ عليهم يجي لهم مثلا هيباتوسبلينوميجالي، يجي له convulsions مش معروف سببها، أو إن يكون عنده mental affection مش retardation، يعني mental اللي بيسموه mental challenge اللي هو مش performance بتاعه مش كويس بالنسبة للي في سنه، بس هو مش mental retard. ممكن ده يحصل نتيجة للتوكسوبلازموزس اللي خدها من ساعة لما كان في اليوترس وتظهر عليه ليتر، خلاص. وده ممكن نسميه مثلا اللي هو ايه الريموت، او الريموت مثلا كومبليكيشنز للايه للتوكسوبلازموزس. البريفنشن بتاع التوكسوبلازموزس الى حد ما مور اور ليس يعني موديفيكيشن لللايف ستايل، هيجين كويس، واشنج للهاندز، افويد اكسبوجر للكلام ده، الحاجات اللي انتم فاهمينها، ده كله بالذات لما تكون عندي عيانه في السكريننج في الفيرست فيزيت عملت لها الاي جي جي وطلع نيجاتيف. نيجاتيف معناها ان شي از نوت اميون، فبالتالي شي از اكسبوزد او شي از فولنربل ان يجي لها اكتف او اكيوت توكسوبلازموزس انفكشن، فبالتالي تخلي بالها. لو عندها كاتس مثلا تخلي بالها، كاتس فاكرين طبعا الكاتس اللي كانت في الراوند يعني. يعني استخدام الادوات البروبر كوكينج للفود الكلام ده لازم تخلي بالها منه، الكلام ده مش هزار لان انتوا شايفين الكومبليكيشنز اللي بيعملها فوق. ما فيش روتين سكريننج ليه ولا روتين تيست في بلاد كتيره يعني، انما الاي جي جي والاي جي ام مهمين. ساعات بنحتاج نعمل امنيوسنتيسيس لو كانت العيانه دايجنوزد ان هي في الاكتيف ستيج بتاعته، مش ان عندها لونج تيرم اميونيتي. والالترا ساوند، والالترا ساوند انتوا شايفين عامل عليه علامات استفهام، لان هو it might help in diagnosis ولكنه مش conclusive يعني لازم، انما الامنيوسنتيسيس لحد ما conclusive، انما ممكن يساعدني الالترا ساوند. التريتمنت ديورنج بريجنسي لو العيانه عندها اكتف توكسوبلازموزيس بيبقى عن طريق السبايرامايسين، والسبايرامايسين الى حد ما سيف عشان نقلل الانفكشن او الترانسميشن من المذر، فيرتيكال انفكشن يعني ترانسميشن من المذر للفيتا ثرو ذا بلاسنتا غالبا. السلفونامايز
والبايريميثامين ودول مهمين، وبندي معاهم الفولينيك اسيد، والفولينيك اسيد عشان هم بيشتغلوا كانتي فوليك اسيد للمايكرو اورجانيزم، فعشان بيعمل ديفيشنس للفوليك اسيد بندي احنا الفولينيك اسيد كسبلمنت. انما السبايراميسين هو الاساس في ديورينج بريجننس، لو اكتشفتها وهي مش بريجننت ممكن اديها الباقيين بقى البايريميثامين والحاجات دي، بس نخلي بالنا ان هم تراتوجينيك في الفيرست تريمستر. تمام. نيجي ليه ده الوحيد عندنا تقريبا الاكزامبل الوحيد من البروتوزو. نيجي بقى للاكزامبلز بتاعت الايه بتاعت البكتيريا الانفكشن. تاني انا بدات بالبروتوزو والبكتيريا لان دول كل واحد فيهم هتلاحظوا في الايتم بتاع التريتمنت ليه تريتمنت. ماشي، احيانا بيكون ديفيكالت واحيانا بيكون تراتوجينيك بس ليه تريتمنت. فطبعا احنا كالعاده بنحب الحاجات اللي لها تريتمنت طبعا اكتر. فهنبتدي بقى ايه في البكتيريال جروب اوف بيرينيتال انفكشنز، من ضمنهم الجروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي او الجي بي اس. الجي بي اس بكتيريا ذا كومنلي فاوند نورمال انهابيتنت في الجي اي تي، ولكن في 30% اوف ذا ويمن دي هاف اسيمتوماتيك فاجينال كولونايزيشن للجي بي اس، وفي الريكتم احيانا، لكن اكتر بيكون في الفاجينا في مكان غير تقليدي ليه، فبالتالي يبتدي يبقى لحد ما pathogenic مش normal inhabitant. Many are transient or intermittent carriers، ودي بقى مشكلة، يعني body بيبتدي react against الorganism لما بيكون active ولكن ما بيقدرش يعمل له complete eradication، فبيبقى ايه بقى on and off، يعني شويه اكتف وشويه لا، شويه انترميتنت كارير، فما بنعرفش نمسكه ازاي غير التوكسوبلازما. التوكسوبلازما كلاسيك باثوي بتاع الاميونيتي زي الفل، ما بيضايقناش، انما ده يضايقني. النيونيتس اللي ديليفر تو كولونايزد ماذرز، يعني عندهم اكتف كولونز لما 30% من الستات تقريبا، يعني غالبا بيكونوا بوزيتيف للجروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. والريسك اوف ترانسميشن من الكولونايزد ماذر تو ذا نيونيت از 50% but the attack rate is 1%. 1 in every 500 newborns will develop serious clinical infections or even sepsis. يعني بيكون من ضمن، هو من ضمن اشهر الحاجات اللي بتعمل نيونيتال سيبسيس اصلا. واحد من ال 500 ده مش قليل، خصوصا في بلد زي بلدنا لما بيكون عندنا آلاف الولادات في اليوم مش في الشهر، فبالتالي عندنا عدد كبير من الأطفال اللي هو النيو بورنز بيكونوا عندهم سيبسس. وعشان كده بتوع الأطفال بيحطوه إن هو the most common cause of life threatening illness in neonates، مش of neonates illness وخلاص، لازم life threatening لأنه بيدخل البيبي في سيبسس وده ممكن يخلي البيبي يبقى lost مننا. Early onset infection is the most common, which occurs within few hours to few days of birth. Early onset manifestations غالبا بتكون لو البيبي جاله infection، يعني بيكون fulminant pneumonia و severe sepsis، وده عن طريق vertical infection. Mortality rate in term babies is about 5% but significantly increased ل 30% لو كان بريتر، طبعا عشان الاميونيتي بتاعته اقل. Late onset manifestations are less common which occur after one week of birth and mainly in the form of meningitis، وده بتبقى ايه غالبا hospital acquired مش acquired من المادر، يعني ده infection بالجروب بي برضه بس جاله من المستشفى مش جاله during birth، فما يعتبرش تبعنا قوي كobstetricians، يعني يهم بتوع الاطفال اكتر، لكن بتوعنا خلال الفيرست ويك من الولاده. وبيكون نسبه المورتاليتي ريت اب تو 5% وده نسبه عاليه طبعا جدا. طيب نعرفه ازاي بقى في البريجننت ليديز اللي جايه تتابع معايا عشان نتجنب مشاكله؟ غالبا ممكن يكون عندها بلادر انفكشن، ممكن يكون عندها ساينز اوف اندومترايتس او امنيونايتس، وممكن يكون تدخل عندها هيستوري او بتدخل حاليا جايه لي بري تيرم بيرث، او ان يكون عندها ستيل بيرث احنا مش عارفين سببه
شي از نوت دايابيتك، ما عندهاش مشكله، والبيبي لوكس نورمال بس حصل انتراوتران فيتال ده. الدياجنوزس بنعمله عن طريق الكالتشر للفاجينال او ريكتال سيكريشنز في الثيرد تريمستر، او ان احنا ناخد ايه اليونيتال بلاد سامبل لو كان البيبي شاكين ان عنده سيبتسيميا لما يتولد. البريفنشن اوف سيريس كومبليكيشنز كان بي دان باي كيرفول اوبزرفيشن ديورينج ليبر and the use of antibiotics in cases with potential signs of infection زي اللي عندهم UTI مثلا، او اللي عندهم فيفر فوق 38، او اللي عندها رابشر اوف ميمبرين اكتر من 18 ساعة. ممكن نخليها 12 ساعة كمان هنا في مصر عشان الاتموسفير بتاعنا يعني in favor للانفكشنز اكتر، او لو رابشر ميمبرين من اول دقيقة رابشر ميمبرين لو كانت اقل من 37 عشان ده بريميتيف. الحته دي مهم، يعني امتى نستخدم الانتيبيوتيك علشان خاطر نمنع مشاكل الجروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي نيونيتال كومبليكيشنز. اول حاجه لو الست دي عندها يورينري تراكت انفيكشن، تاني حاجه لو فيفرش مش عارفين سببه ايه فوق 38، او لو رابشر اوف ميمبرين. رابشر اوف ميمبرين وهي فول تيرم، وهي فول تيرم ممكن نستنى عليها 12 ساعه اقل او 18 ساعه، اقل من الفول تيرم يعني 35 34 ايا كان ندي على طول، هي لسه ما ولدتش ندي على طول عشان نحمي البيبي من المشاكل. طبعا احنا هنا بندي الكل ما بنستناش الكلام. The purpose of preventive measures is to decrease early onset of infection manifestations. تاني الحتة اللي اتكلمنا عليها، احنا هنا طبعا بندي الانتيبيوتكس ليبرالي، بره طبعا البوليسي بتاعت الانتيبيوتكس فيري ستريكت، فعشان كده بيحددوا قوي هنديها لمين ونديها امتى. لو الحالات احنا عملنا لها كالشر وطلع بوزيتيف احنا ممكن نديها بنسلين، ممكن نديها كليندامايسين، وكليندامايسين ممكن يتاخد، وفانكومايسين كمان ممكن يتاخد اي في، وممكن يتاخد از لوكال كريم، والبنسلين امان طبعا في البريجنس. طبعا البروجنوزس از فيرلي جود لو دايجنوزد ايرلي وتريتد كويس بالبروبر انتيبيوتكس، ودي ميزه فيه طبعا عن حاجات ثانيه هنجي لها قدام اللي هي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش تريتمنت اوبشنز اساسا غير سبورتيف ميجرز. الحته دي موجوده عندكم في الكابلن، هتلاقوها موجوده كده، ايه حاولت اظبطها لكم شويه يعني. الكانديديتس فور انتيبيوتيك بروفيلاكسيس سيلكتد اس فول، لو العيانه دي مش عامله سكريننج ولا اي حاجه خالص وجايه كده عشوائي، اول ويمن ويز بوزيتيف جي بي الجرام بوزيتيف الجروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكا يورين كالتشر، او بريفيوس بيبي والسيبسيس بي بروفد كانت قبل كده ان عندها الجروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكا، دي هتاخد الانترابارتم بروفيلاكسيس على طول حتى لو كان ما عندهاش ولا فيفر ولا رابشر اوف ميمبرين ولا حاجه. او لو كنا عاملين لها سكريننج باي فاجينال كلتشر، فالفاجينال كلتشر نعمله احسن في الثيرد تريمستر عشان قرب الولاده، وبالتالي عشان في الري اكتيفيشن ما يحصلش يعني مش ملوش براح يحصل. الانترا بارتم انتيبيوتكس از جيفن تو ذوز هو هاف بوزيتيف كلتشر فور جي بي اس، وما فيش انتي بارتم تريتمنت، يعني انترا بارتم وهي بتولد نديها لكن مش بديها قبل ما تولد. خلاص سكريننج باي انترا بارتم ريسك فاكتورز، ده انا مش هعمل لها كالشر، لو مش معمول كالشر للعينه دي فبالتالي البروفيلاكسيس بنديه زي ما اتفقنا على ريسك فاكتورز اللي هي البري تيرم جيستيشن، اي واحده تاخد رابشر ميمبرنز اكتر من 18 ساعه او الفيفر اكتر من 38. مهمه الحته دي. طيب الوقت هيسمح ولا نعمل رياكتيفيشن؟ ممكن نعمل رياكتيفيشن دكتور نفتح على نفس اللينك تاني. علشان خاطر بيقول لي الوقت خلاص. اربع دقايق. ايوه حضرتك اعمل اند ميتنج تمام، وانا هقول اللينك هندوس عليه تاني ندخل تاني. تمام؟ كده تمام واضح. ماشي حبيبي. معلش اعذروني والله المحاضرة هي
طف يعني كان نفسي اديكم محاضره غيرها والله. خلصنا التوكسوبلازموزس والجروب بي، نيجي للكلاميديا والسيفلس، دول اللي فاضل لنا في الايه في البكتيريا اللي يعتبر، لو هنعتبر الكلاميديا واحد من البكتيريا. كلاميديا خلي بالكم مش موجوده في النسخه بتاعه الكابلن اللي عندكم، دي متضافه موجوده في حاجات عندكم مش موجوده يعني، انا ما حاولتش اضيف كتير بس الكلاميديا مش موجوده، وتقريبا الهيومن بابيلوما فيروس مش موجودين عندكم. الكلاميديا تراخوماتس ودي مشهوره عند بتوع الرمد اكتر طبعا، هي دي الموست كومونلي ريبورتد بكتيريال، لو هنعتبرها تاني بكتيريا سيكشوال ترانسميتد ديزيز في امريكا، فهي حاجه مهمه وكومون جدا. بيسموها ذا سايلنت ديزيز لان غالبا بتكون اسيمبتوماتيك، وفي معظم الناس بيبقوا مش عارفين ان عندهم اصلا كلاميديا غير لما تعمل لهم مشاكل. عندنا في الاوبستريكس والجاينيكولوجي او في الجاينيكولوجي بالذات كمان قبل ما نبروسيد في الكلاميديا، الكلاميديا ليها دور في موضوع الانفيرتيليتي، وليها دور في موضوع البي اي دي بيلفيك انفلاماتوري ديزيز والكرونيك بيلفيك بين وتيوبال ديستراكشن والاندوميتريال ديستراكشن، فبالتالي هي مهمه عندنا في في الجاينيكولوجي قوي. في الاوبستريكس الى حد ما طبعا ليها اهميه، بس في الجاينا ليها اهميه اكتر، واحتمال تاخدوها في الاس تي ديز لان انت عندكم محاضره المفروض تاني جاينا بقى ملهاش دعوه بالحوامل، دي اس تي ديز بس سيكشوال ترانسميتد ديزيز، غالبا بتبقى على هيئه بيرنت اندو سيرفايكال ديستشارج او انفلاميشن في الفاجينا او السيرفكس او اديما واحيانا بليدنج. Pregnant women with chlamydial infection are at high risk of premature rupture of membrane, preterm labor, neonatal conjunctival infection أو نيمونيا. خلي بالكم من النقطة دي، الconjunctival infection بتكون عن طريق اللي هي الباسج أو الكونتاكت مع الانفكتد vaginal ايه؟ vaginal wall أو vaginal discharge يعني. والنيمونيا طبعا لو عمل له inhalation ولا حاجة يجي له نيمونيا الفيز. فبالتالي هي مهمة. 65% of neonates acquire the disease during vaginal delivery. ده اللي لسه كنا بنقول. يعني هو اثناء الباسج في الجينيتال تراك بيبتدي ياخد الانفكشن وتظهر عليها المانيفستيشنز ليتر اون. الدايجنوزيس بتاع الكلاميديا لحد ما يعني هو مش روتين ومش سهل، انما ممكن يتعمل عن طريق اليورين تيست او ايفالويتنج سامبل تيكن فروم ذا سيرفيكال اي سكريشنز، ده شغل بتوع الميكروبيولوجي اكتر يعني. التريتمنت وده بيفضل انه يكون قبل البريجننسي بالازيثروميسين او الدوكسيسايكلين او الاوفلوكساسين، لانه كلهم ما نقدرش نعتبرهم من السيف دراجز ديورينج بريجننسي، فيفضل لو واحده عندها كلاميديا نعالجها الاول بعد كده خليها تحمل. انما لو حكمت وكان هي بريجننت اوريدي ودايجنوزد، الاريثروميسين والاموكساسيلين وان كانوا ليس افكتيف ولكنهم سيف فنقدر نستخدمهم. خلاص الكلاميديا مش موجودة عندكم في البي دي اف بتاع الكابلن عشان نبقى واضحين. السيفلس موجودة عندكم بقى ايه باستطالة، معرفش مطولين فيه قوي ليه، ومن نعمة ربنا ان هو مش كومن عندنا يعني جزئين هتلاقوهم طوال قوي، ولحد ما هم عندنا احنا ان اور كوميونتي مش فيري كومن، اللي هم السيفلس والاتش اي في، انما هنتكلم عليهم برضو لازم عشان ولد ان يجوا في اي اسئلة يعني. سيفلس ده كوزد باي تريبونيما باليدم، ودي موتايل انيروبيك سبايروكيت، وده نوع من انواع البكتيريا الخاصه جدا والرخمه جدا. It cannot be cultured، ده اول حاجه في الديفينيشن بتاعه ما ينفعش نعمل له كلتشر، فهو ايه الدايجنوز بتاعه مش سهل. تاني حاجه ودي اللي كنا اتكلمنا عليها حكايه اللايف لونج اميونيتي، ما عندوش لايف لونج اميونيتي، فبالتالي الري انفكشن ممكن يحصل ات اني تايم، يعني العيان يصحى وبعد كده يرجع يجي له انفكشن تاني ويعيد يكرر من جديد، وده غير الري اكتيفيشن عشان او الريكرنس، ده ري انفكشن من جديد. ذا مايكرو اورجانيزم كان بي ايراديكيتد باي بروبر تريتمنت، بس بياخد شويه وقت ان هاي كونسنتريشن. ات كان سبريد از ان اس تي دي، يعني لما بيكون في جينيتال ليجنز والعيال بيعدي عليها، او فيرتيكالي من المذر للفيتس ثرو ذا بلاسينتا. وسبريد كاس تي دي ممكن كمان اللي هو بين بني ادم يعني والسكشوال بارتنر مثلا يعني. لو تفتكروا ما اعرفش خدتوه اكيد في المايكروبيولوجي، ان السيفلس
ليه 3 فيزز، البرايمري والسكندري والتيرشري، واحيانا العام بيخش في الليتنت فيز لفترات ممكن تكون طويله، بس بعد كده ايه بيحصل له ري اكتيفيشن او يدخل للتيرشري. دي برايمري سيفلس، وده هو بعد الاكسبوجر على طول من 2 تو 3 ويكس افتر اكسبوجر، وده بيكون بينلس بابيولز ويتش بيكام السرز وذ رولد ايدج بيسموها التشانكر، وبتكون ات ذا سايت اوف انفكشن. ده دايجنوزد باي اكزامينشن اوف ذا اكسيديت من الليجن بحاجه اسمها دارك فيلد مايكروسكوب، وفي الوقت ده بيكون السيرولوجي نيجاتيف لان لسه ما الاميونيتي ما اتعرفتش عليه، فهو الدارك فيلد مايكروسكوب بس، وغالبا بتبقى مسد مننا الفيز دي البرايمري فيز لانها التشانكر، والتشانكر بيروح عقبال ما نعاني يدور على الميديكال ادفايس بيكون ايه، بيكون خلاص راح. السكندري سيفلس ودي بتكون بعد شهرين لثلاثه من البرايمري انفكشن، ودي بتكون بقى فيها جنرال سيمبتومز، بيكون فيها فيفر وماليز وجنرال ادينوباثي، وبيكون فيها ماكيلو بابيولر سكين راش بيسموها ماني سبوتس، واحيانا بيظهر فيها كوندايلوما لات دي في الفالفا. وهنا دارك فيلد مايكروسكوب از بوزيتيف، والسيرولوجي يبتدي بقى ايه يبقى بوزيتيف زي الفي دي ار ال اللي هو النون سبيسيفيك تيست بتاع الفينيريال ديزيز لابوراتوري تيست بتبقى بوزيتيف. انما في تيست مخصوصه للتريبونين تريبونيما، ودي هي اللي بتتعمل عشان نتاكد ان هو ده سيفلس لان الفيديو ار ال ده نون سبيسيفيك. الليتنسي بقى وده الله اعلم بعد السكندري ممكن يكون لفتره طويله جدا على حسب بقى ايه الباتل اللي ما بين الاميونيتي وما بين المايكرو اورجانيزم، انما بيكون سونر اور ليتر والبروسيد انتو تيرشري سيفلس. التيرشري سيفلس بقى وده يكون على حسب الاورجن اللي افكتد بالجاما، والجاما دي اللي هي الليجن الكاركترستيك بتاع السيفلس، ودي بتكون النيكروتيك ألسرتيف نديول موجوده بقى فين؟ موجوده في الكارديوفاسكولار سيستم، في السنترال نيرفس سيستم، في البونز، في اي مكان. ودول طبعا بيكونوا حالات تيرمينال، وحالات المانيفستيشنز غالبا بيكونوا يعني مش عايز اقول هانديكاب، بس بيكونوا محتاجين هوسبيتاليزيشن في كتير من الاحيان. و زي كانوت بروديوس يعني بيبقوا عاله على اللي حواليهم زي ما بيقولوا. بلاد تيستس ار بوزيتيف، وكمان السي اس اف بيكون بوزيتيف، السيريبرو سبينال فلويد بيكون بوزيتيف لو البرين افكت. التيستس اللي اتكلمنا عليها اللي هي السبيسيفيك دي غير الفي دي ار ال، ان احنا عندنا فيه الاف تي اي الاي بي انتي بوديز، ودي اللي هي الفلوريسنت تتر انتي بودي ابزوربشن، اسمها رخم بس نحفظها علشان ممكن تيجي في الام سي كيو. والمايكرو هيماجلوتينيشن اسي فور انتي بوديز تو تريبونيما باليدم، وده اللي هي الام اتش اي تي بي. مهمين مش 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 عاطفيين خالص بس مهمين. ترانس بلاسنتال انفكشن از كومن في 60% من البرايمري والسكندري سيفلس. The rate of fetal infection is lower with latent and tertiary syphilis. The fetal signs of untreated syphilis include non-immune hydrops، وده هتلاقوه على فكره متكرر في حاجات كتير. non-immune hydrops هتلاقوه قدام شويه كده موضوع المايكروكيفالي والاي جي ار، لكن هنا non-immune hydrops والماسيريتد سكين وانيميا فيتال انيميا وثرومبوسيتوبينيا في الفيتس وهيباتوسبلينوميجيا. وبنلاحظ البلاسينتا بتبقى لارج واديمتس، بتشككني اللارج بلاسينتا اللي فيها اديما. البرينيتال مورتاليتي ريت از هاي اب تو 50%، والليت كونجنتال سيفلس بعد كده وده دايجنوزد بعد سنتين على الاقل من الولاده، وده بيكون في الهاتشسون ديزيز، تلاقي الديزيز كده سيبريتد عن بعض وليها شكل مميز. والمالبيري مولرز والسادل نوز والايث نيرف ديفنس، وهنا ده اول مره نجيب سيره الديفنس في البرينيتال انفكشنز. التريتمنت بيكون غالبا بالبنزاسين بنسلين، وده غالبا هو دراج اوف تشويس لان هو اللي بيقدر يوصل للفيتس ان بروبر كونسنتريشن وسيف. ايفن اف المذر الرجيكلي من اهميته لو المذر الرجيكلي نديه ونديها حاجات ضد الالرجي، لانه بيتاخد ايه؟ بيتاخد 1 اي ام سنجل شوت 2.4 مليون وحده اي ام سنجل شوت، فنديه
ولو حتى لو المذر اليرجيك نبقى نديها انتي هيستامينك، نديها كورتيكوسترويد ايا كان، بس نديه. بعد كده نعمل فولو اب بالسيرولوجي، والفولو اب بالسيرولوجي سبيشال الحاجات السبيسيفيك. المفروض ان هو بعد 6 شهور، بعد 6 شهور بينزل للربع، وبعد 24 شهر بيبقى نيجاتيف السيرولوجي، يعني ما فيش سيفلس موجود خلاص اراديكيت. نيجي بقى للايه، للجيش الجرار من الفيروسز اللي ممكن يكون سبب لبيرينيتال انفكشنز. الروبيلا لطيف عشان كده بدات بيه، انا ببتدي دايما بالالطف وال ال 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 الع... يعني السهل لحد ما، وبعد كده نخش للايه، الحاجات بقى الفيج اللي ملهاش اول من اخر. الروبيلا فيروس او بيسموها جيرمان ميزنز، ودي ار ان اي فيروس وهايلي كونتيجيوس. هايلي كونتيجيوس لما بيكون العيان مش ايمونايزد، السبريد بتاعه بالريسبيراتوري دروبلت مود مش اير بورن يعني. و 85% اوف بريجننت وومن بيبقوا غالبا اي جي جي بوزيتيف. يعني ايه؟ يعني خدوا الانفكشن، وده مبرر جدا لان اولا هي جزء من الفاكسينيشن اللي بناخده، فمعظمنا خدناه، وغالبا بيكون جيل لو ما خدناهوش بيكون جالنا واحنا صغيرين، كتير قوي جالهم الحصبه الالمانيه. فاللي هي ايه؟ غالبا بناخد الاميونيتي من الفاكسينيشن يا من الانفكشن اثناء الايه؟ اثناء الايرلي تشايلد هود. فغالبا كل الناس بتبقى اي جي جي بوزيتيف، يعني عندها لونج تيرم او لايف لونج اميونيتي. زي مين؟ زي الجماعه بتوع التوكسوبلازما. الانفكشن او الفاكسينيشن، ماتيرنال انفكشن غالبا بتكون مايل وذ نو سيريس كومبليكيشن، تبقى غالبا فلو لايك سيمبتومز يعني. انما الفيتال والنيونيتال افكشنز ار جريف او جريت. لو حصل واحده مش اميون وجالها الانفكشن وهي بريجننت، ده الحاله اللي بيكون فيها مشاكل كتيره قوي في الفيتس. It affects the fetus only in the viremia stage، يعني في الاكيوت ستيج بتاعت الانفكشن في النون اميونايزد ماذر. ماشي؟ It can reach the fetus transplacentally في 90% من الحالات في الفيرست ترايمستر، ولكن بيقل قوي في الثيرد ترايمستر، بيوصل 5%. الفيتال افكشن مي بي ان ذا فورم اوف اي او جي ار ومايكروكيفالي وفي اس دي، ودي حاجات جنرال ماشي، موجوده في كل حاجه هنشوفها تقريبا. لما نيجي بقى للايه، نيجي للحاجات السبيسيفيك وحاجات الفيرولوجي، هتلاقي كونجنتال روبيلا سندروم. كونجنتال كل واحد فيهم له حاجه كده. الكونجنتال روبيلا سندروم اشهر حاجه فيه هي كونجنتال ديفت، اشهر حاجه يعني البيبي مولود ديف. والكونجنتال هارت ديزيزز ايا كان الديفكت فيه والكاتاركت، وبعد كده لما يكبر شويه لا عنده الريتارديشن والهيباتوسبلينوميجالي والثرومبوسيتوبينيا والبلو بيري مافن سكين، وده بيوصفوه يعني المافنز لو تعرفوها زي الكحك كده زي القرص بس في عند الامريكان، لما بتحط عليها البلو بيري اللي هو التوت الازرق بيعمل لها نقط زرقاء كده في وسط التشو بتاعها خلاص. لكن ما تنسوش الديفنس، ما يتنسيش. All pregnant women should undergo rubella IgG antibodies test. And for those ودول أقلية اللي هم نيجاتيف هم اللي يهمونا عشان نقلل احتمالات إن يجي لهم الانفكشن. يعني لما العيانة تجيلي بتست وتقول يا دكتور ده أنا طلع عندي الأنتيبوديز ضد الروبيلا بوزيتيف، يطلع الجي، لازم يطلع الجي، وده لو طلع نيجاتيف أزعل. هو لازم يطلع بوزيتيف عشان نطمن إن هي إميون. خلاص؟ فانواع تانية ساعات الجي بيهمني، بضطر اعمل سيريال اي جي جي بس مش في الروبيلا ومش في التوكسوبلازم علشان اعرف اذا كان عندها سام سورت اوف اكتيفيتي ولا لا. لكن هنا لا، في الروبيلا لازم تكون العيانه اي جي جي بوزيتيف عشان اطمن عليها، لو مش بوزيتيف لازم اديها انستراكشنز ما تقربش من حد سخن، اي طفل عيان، اي حد عنده سكين راشز، ايا كان الكلام ده لازم تخلي بالها جدا عشان المشاكل اللي انتم شايفينها من الايه؟ من الكونجنتال روبيلا سندروم. ومن نعمه ربنا انه قليل. The vaccine for rubella is live attenuated، فبالتالي ما اقدرش اديه اثناء البريجننسي. فبستنى يا اما بعد ما تولد اديهولها، او ان انا لو هي بتجهز وجايه لي بقى ايه؟ ست كده ايه ماشيه زي ما الكتاب بيقول، جايه قبل ما تحمل تقول لي ايه المطلوب مني وعملت لها الاي جي جي وطلع نيجاتيف، اديها الفاكسين ونستنى شهر بعد كده نقول لها احمل. طبعا كفيروس مالوش تريتمنت معين.
نيجي لسيتوميجالو فيروس. ده دي ان ايه هيربس فيروس، واحد من المجموعه الكبيره قوي بتاعت الهيربس فيروس اللي هو دي واحد منهم. وده سبريدز باي بادي سيكريشنز، لوك سبريدز باي ريسبيراتوري دروبلت انفكشن. ده بادي سيكريشنز، تقريبا 50% من البريجننت ليديز عندهم اي جي جي، يعني جالهم انفكشن قبل كده. وهنا الفيرتيكال ترانسميشن اوكيرز مينلي ان ذا فايريميا ستيج اوف ذا برايمري انفكشن في النون اميون كيسز. هنا بقى ايه، نلاحظ الكلمه اللي قلناها زمان، في لايف لونج برضه بس ليتنسي وليس اميونيتي. وانا عاملها لكم بالبولد عشان كده لايف لونج ليتنسي، يعني معناها ان ممكن يحصل ري اكتيفيشن في اي وقت. لايف لونج اميونيتي زي في الروبيلا او التوكسوبلازما، معناها ان هم خلاص اميون وانا مطمن عليهم طول العمر، ما لم بقى يحصل لهم مشاكل تانية. انما دول ليتنسي، في ده ليتنسي خلاص. ماتيرنال افكشن والسيتوميجالو فيروس از يوجوالي مايلد برضه كالعاده في الفيروسز المخادعه جدا، وذ نو سيريس كومبليكيشنز، بات سام تايمز بريزنت وذ مونونيوكليوزس، او بيسموها مونو سندروم، الامريكان بيدلعوه سموه مونو سندروم، المونو سندروم او هيباتيتس. ودي في حالات برضه بتكون الاميونيتي بتاعتها واطيه، بتبقى ايه مانيفستد بحاجات جريف، ولكن ده مش الكومن، كومنلي بتباس ان نوتس. فيتال افكشن بتحصل ترانس بلاسنتال ريجاردلس اوف ذا ترايمستر، وهنا ده يفرق عن اللي قلناه قبل كده من موضوع ان هو الايرلي والليت. في موضوع مثلا حاجه زي التوكسوبلازموزس مثلا، في الايرلي بيكون مشاكل اقل، وان كانت لو حصلت بتبقى دينجرس، وليتر اون بتكون اكتر، والعكس بالعكس. 50% of transplacental transmission occurs in the viremia stage برضو كالعادة of maternal primary infection, but less than 1% في recurrent infection. ده من نعمة ربنا، لأن الريكارنس ممكن يحصل طول العمر، كل شوية يحصل لها ريكارنس. الفيتال ساينس نان اميون هايدروبس كالعادة برضو. هنيجي بقى نلاقي السيمتريكال اي جي ار هيتكرر كتير، والمايكروكيفال هيتكرر كتير. وهنا بقى بيحصل ايه، بيري فنتريكولر سيريبرال كالسيفيكيشن. هناك كان انترا سيريبرال كالسيفيكيشن وخلاص، ده هنا بيبقى مرصوص حوالين الفنتريكلز، شكل الكالسيفيكيشن بيفرق. وعشان لو جه سؤال رخم هتلاقي السؤال فيه الاثنين، انترا سيريبرال كالسيفيكيشن وبيري فنتريكولر كالسيفيكيشن، في اختيار، فنخلي بالنا. 1 to 2% of the newborns بيبقى عندهم ايفيدنس ان هم، ده في العالم يعني، ان هم تعرضوا للسيتوميجالو فيروس بطريقه او باخرى حتى لو كان مش مؤثر على الفانكشنز بتاعته. وده دليل على ان هو فيري كومن. الكونجينيتال بقى سيتوميجالو فيروس سيندروم، وده ذا موست كومن كونجينيتال فيرال سيندروم في امريكا، لان هم اللي عندهم دراسات كتير على الفيرولوجي. احنا مشكلتنا في مصر في المنطقه بتاعتنا ان الدراسات على الفيرولوجي قليله، عشان ملوش تريتمنت، فاحنا ما بنعملش عليه شغل كتير. انما هم الاساس عندهم الموضوع ده. فده ذا موست كومن كونجينيتال فيرال سيندروم هو سيتوميجالو فيروس. السيتوميجالو فيروس ده موست كومن كوز اوف سنسوري نيورال ديفنس. تاني مره نجيب سيره الديفنس اهو. في التشيلدرن مانيفستيشنز اوف سيتوميجالو فيروس ان انفكتد انفانتس انكلود البتيكي، يكون في دريد سبوتس كده موجوده على السكين، وحاجه اسمها المالبيري سكين، هم بيحبوا البيريز كتير هناك فبيشبهوا بيه. سبوتس والمننجيو انكفالايتس والبيريفنتريكولار كالسيفيكيشن تاني اهو، والهيباتوسبلينوميجالي والثرومبوسيتوبينيا والجونس. طبعا ما فيش تريتمنت للاسف. نيجي للفيروسيلا زوستر فيروس، وده دي ان اي فيروس، وده اللي بيعمل التشيكن بوكس او بيعمل الهربس زوستر. طبعا ما فيش سمول بوكس دلوقتي من فضل ربنا علينا من العالم كله. سبريدز باي ريسبيراتوري دروبلت، ماشي، بيفكرنا مين، بالروبيلا، بات ليس انفكشوس ذان روبيلا، يعني مش كونتينجوس قوي زي الروبيلا، ولكن هو دروبلت ريسبيراتوري. 90% اوف ويمن ار اميون عقبال ما بيوصلوا لسن الادلتهود، وده من نعمه ربنا برضه. ماتيرنال افكشن لو المذر جالها بيجي لها ايه؟ بيجي لها بروريتيك فيزيكلز بيجينز اون ذا هيد وناك، وبعد كده بتجينز تو ذا ترانك. بروريتيك يعني اتشي، فيها نوع من انواع الاتشنج والبرننج سيرسيشن مع بعض. معرفش خدته جلديه ولا لا. كوميونيكابيلتي بتبتدي بعد الاكسبوجر بيوم او اتنين، ودي
من بعد الظهور، قصدي قبل ظهور الفيزيكلز بيوم او اتنين، اللي هي السكن ليجنز يعني تبتدي تبقى انفكشوس. يعني النيمونيا بتحصل في 10% من الحالات، ودول بيكون معاهم مورتاليتي وموربيديتي عاليه، وغالبا بيكونوا الجماعه الاميونو كومبرمايز اكتر. عشان كده في البريجننسي بنخاف جدا على الايه، على العيانين. الترانس بلاسنتال افكشن للفيتس بيحصل في 2% بس بي افكتد، ولكن ال 2% اللي بقى افكتد دول 25% منهم هيموت. فطبعا ده نسبه عاليه بالنسبه لان هو فيري كومن فيروس. ذا جريتست ريسك اون ذا نيو بورن اوكرز ان ذا ماتيرنال سكن اف ذا ماتيرنال سكن راش ابييرز بتوين 5 دايز انتبارتم اند 2 دايز بوستبارتم. يعني لو العيانه دي خدت الانفكشن ودخلت في الليتنت فيز ومنها دخلت على السكن ليجنز فيز، لو الكلام ده في خلال 5 أيام قبل او يومين بعد الولاده، غالبا بيكون البيبي ده هو الجريتر ريسك ان هو يجيله الانفكشن. فخلي بالنا. نيجي للكونجنتال فاريسيلا سندروم، وده بيكون بقى فيها حاجه مميزه قوي اسمها زجزاج سكن ليجنز، ماشي، والمالبير سكن سبوتس زي اللي في اللي قبلها. ممكن يحصل اوبتيك اتروفي او كاتاركت، كوريوريتينايتس وهايبوبليزيا في الاكستريميتيز، ممكن يحصل موتور اند سنسوري ديفكتس في البيبي بقى، بيأثر على السنترال نيرفس سيستم بوجه عام يعني. انما الزجزاج سكن مهم تاني اهو من ضمن الحاجات اللي هي ايه كاركترستيك. البريفنشن بتاع الكلام ده ديورينج بريجننسي، لو المادر دي نون اميون فاحنا ممكن ايه نديها الفاريسيلا زوستر اميونوجلوبين بعد ما تتعرض لحد عنده هربس يعني عنده فاريسيلا زوستر في خلال 4 أيام. في خلال 4 أيام نديها الاميونوجلوبين عشان تو انهانس الاميونيتي بتاعتها، بس ده سبيسيفيك اميونوجلوبين بيتاخد من بره كانجكشن اي في عشان نرفع مناعته، او الفاريفاكس 3 ودواء ليف اتنيويتد فاكسين. فبالتالي ما نقدرش ندي للست وهي بريجننت، ولكن نقدر ندي للست قبل ما تبقى بريجننت بشهر او بعد الولاده عشان نضمن ان هي اميون. الفاكسين كان بي جيفن 1 مانث بيفور جيتنج بريجننت او افتر ديليفري لو كانت هي نون اميون. الانتي فايرال زي الاسايكلوفير، وده اشهر واحد هتلاقوه في الانتي فايروس دايما يعني، وده لما بيكون في حاله سيريس كومبليكيشن زي النيومونيا او الانكفالايتس. نيجي بقى لايه لاخوهم الثاني. ملاحظين طبعا الفيرولوجي لحد ما يعني ايه، لانه مش بينتهي التريتمنت واضح، ف شويه ديبريسنج شويه يعني. الهربس سمبلكس فيروس بقى، وده دي ان اي فيروس، وده ذا موست كومون اس تي دي اند موست كومون كوز اوف جينيتال انسر. ماشي، هناك قلنا الموست كومون بكتيريا الاس تي دي ده هو مين؟ اللي هو كلاميديا، عشان ما تنسوش ما تدخلهمش ببعض. ده موست كومون ان جنرال، مش بس بكتيريا. spreads by intimate mucocutaneous contact. mucocutaneous contact يعني هو ده اشهر حاجه، وعشان كده هو sexually transmitted disease. برضه من نعمه ربنا ان تقريبا نص الحالات بيكونوا positive IgG positive، فهم بيكونوا الى حد ما immune. نوعين type 2 type 1. type 2 هو اللي more commonly responsible عن genital herpes في 70% من الحالات. After the primary infection في latency، تاني مرة نجيب سيرة latency، وبيحصل reactivation at any time. Transplacental transmission is rare but might occur during the viremia stage. More commonly the fetus get infected from getting in contact with the genital tract lesion during a reactivation. يعني الست عندها reactivation وبتولد، فهو يبقى in contact معاها فبالتالي يحصل له infection. البرايمري هيربس والريكارنت هيربس في المذر. برايمري هيربس اوكيرز وين نون اميون وومن اللي هم 50% جيت انفكتد بالهيربس سمبلكس فيروس 1 اور 2 اند ات از يوجوالي مايلد، وغالبا اوتوموديلت ما بيحصلش معاها ميجر كومبليكيشنز. جنرالي بيكون العيال عندها فيفر وماليز وادينوباثي وحاجات كلها جنرال يعني. جينيتال ليجنز بتكون يعني اديما كده او انفلاميشن في اليوريثرا والفاجينا والفالفا والسيرفكس، حاجه نون سبيسيفيك. الريكارنت هيربس وده بيحصل من لما بيحصل الاورجانيزم يبقى دورمنت دلوقتي في البستيريو روت جانجليا،
بيحصل له مايجريشن من البوستيريور روت جانجلي ويحصل له اكتيفيشن على ايه، على لو تفتكروا طبعا. وده هو بيحصل بقى جنرال كونديشنز اقل شويه ولكن بتكون مور لوكالايزد، خصوصا لو كان جينيتال يعني ما بيبقاش عندها جنرال سيمبتومز في الاكتيفيشن. البتاع بيخلص بسرعه ليه؟ سامعني يا حسين؟ يا دكتور هو المده بتاعت 40 دقيقه بس، هو خلص كده من نص ساعه. 40 معاكم بتجروا جري، ما اعرفش مالكم. خلاص، في الريكيرنت هيربس ده اللي هو قلنا في المايجريشن بتاع او ري اكتيفيشن بتاع الفيروس، وهنا الجنرال سيمبتومز اقل بس اللوكاليزيشن اكتر. الباسج اوف ذا فيتال ثرو ذا بيرث كانال ديورنج ذيس ستيج از مور لايكلي تو كوز فيتال انفكشن، ان هو بيبقى كونتاكت مع الليجن الموجود اللي هو فيه الاكتيف فيروس. في البرايمري هيربس بتحصل من السبونتينيوس، بيحصل غالبا السبونتينيوس ميسكارج، وده من نعمه ربنا تاني وتالت ان يحصل ميسكارج احسن ما يحصل مشاكل في بيبي يعيش معانا العمر كله طبعا، ولكن لازم نعالجه علشان خاطر ما يتكررش قدام. او لو كمل بيبقى عنده بقى اي جي ار سيمتريكال، وزي ما اتفقنا انتوا عارفين طبعا السيمتريكال والاسيمتريكال اي جي ار اتكلمنا عليهم في الراوند تقريبا، وان ايهما احسن؟ حد يرد عليا، السيمتريكال ولا الاسيمتريكال؟ الاسيمتريكال هو الاحسن. ما تعرفش غيرك احسن النهارده ولا ايه؟ باين نمو؟ سمعني؟ ايوه يا دكتور سامع حضرتك، بس اللي عاوز يجاوب يفتح فيهم المايك وانا مش عامل ميوت لحد. هم شكلهم مش عايزين يجاوبوا، بشكل حازم وحازم نايمين وحسام الباقي ماشي. الاسيمتريكال هو الاحسن طبعا ما لم يكن هيدروكيفالس، ولكن الايسيمتريكال بيبقى معناها ان البيبي نفسه سليم ولكن مش واصل له نيوتريشن كويس، فالبرين هو اللي بريزرفد او سبيرد. طب نقعد يا عم. خلاص خليهم ساكتين يا حسين مش عايزين. تمام. السيمتريكال طبعا بيبقى البروجنوزيس بتاعه اوحش، لان ده يا اما انفكشن زي كده يا اما كروموزوم الانومالي او جينيتك انومالي. خلاص. النيونيتال افكشن ديورينج باسج ثرو ذا بيرس كانال هو اللي موست كومن طبعا، 50% في برايمري انفكشن و 5% في الريكارنت، وده دايما دي رول هتلاقوها كتيره، ان كتيره في البرايمري ولما بتبقى الريكارنت بيكونوا ايه اقل احتمالات المشاكل. الليد السيريس سيكولي زي المورتاليتي والمنتال ريتارديشن والمننجنكفالايتس والنيمونيا والهيباتوسبلينوميجالي والجوندس والبيتيكي، كل دي حاجات طبعا لايف ثريتنينج للايه للنيوبورن. دياجنوزيس بيكون عن طريق الكالتشر، والكالتشر بتاع الفيرولوجي مش سهله زي ما انتم متوقعين في الليجنز لو كان في ليجنز او ألسر، ودي بتكون غالبا فيها 20% نيجاتيف ريزلتس او بي سي ار، والبي سي ار هنا مور سبيسيفيك عارفين طبعا البوليمريز تشين رياكشن، ومور اكيوريت في الديتكشن بتاع الشيدنجز بتاعت البارتكلز بتاع الفيروس نفسه. الديبيت بقى بتاع تعمل سيزيريان ولا تولد نورمال لو كانت هي عندها ايه؟ عندها الهربس سيمبلكس. السيزيريان سيكشن شود بي دان ان كيسز ويز دايجنوزد هربس سيمبلكس and has genital lesions with intact membranes. ليه؟ لو العيانة عندها rupture of membranes وهي عندها active lesions فهي خلاص، وخصوصا لو كان أكتر من 6 أو 8 ساعات خلاص ده البيبي دوا أخذ الانفكشن، فتولد نورمال تولد سيزيريان هتعمل معاه على إنه infected. إنما لما بيكون مش واخد هي intact membranes فهنا وعندها active lesions لازم تعمل سيزيريان سيكشن، وده الأأمن للبيبي. لما لو رابشر ممبر مش فارقه كتير نتعامل معاها عادي. وطبعا الاسايكلوفير صديقنا العزيز بتاع الانتي فيرال فيروسز، وده في السيفير كيسز لو فيها كومبليكيشن سواء للمزرعه او للفيتس، وغالبا بيكون للفيتس. ده مش موجود في الايه؟ مش موجود في الكابلن. وهو صغنون ما فيش مشاكل كتير يعني. الهيومن بابيلوما فيروس ده ار ان اي نون انفلوبد فيروس، يعني هو فيروس تكوينه غريب شويه. وفي سيرو تايبس كتيره جدا اب تو 30 واكتر، وده من الاس تي ديز يعني سيكشوال ترانسميتد ديزيز، وبيكون سبب من اسباب الجينيتال ووردز. ف
فلازم نحطه في دماغنا لو عندي عيانة فيها جينيتال وورد، وده بيكون برضو جنرال سيمبتومز بتاعته جنرال في الاكيوت فيز يعني، او الاكيوت ستيج مايلد، وغالبا بتعدي ان نوتسد. ولكن الجينيتال وورد ساعات بتوصل لحاج يخليني مش هعرف ان انا ولدها، يعني بتوصل ان هي بتبقى اوبستراكتنج البيرث كانال لو طلع من جوه عند السيرفكس. مهم الكلام ده لانها بتكون فاسكولر، ممكن جدا يحصل سيجنيفيكانت بليدنج لو ايه، لو اتعافيت عليها زي ما بيقول. وغالبا في البريجنسي الجينيتال وورد بيحصل لها فاست جروث اثناء البريجنسي، بتبقى صغيره موجوده من فتره في البريجنسي بايه بتكبر. الدياجنوز بتاعه كلينيكالي ان احنا بنشوف الوردز موجوده فيها. والتريتمنت بقى، التريتمنت البودوفيلين هو اشهر حاجه بنستخدمها، ده بنشوفه في البراكتس كتير، ولكنه نوت سيف في البريجنس، ينفع نعمله لو واحده بريبيرنج تو جيت بريجننت، لكن لو هي بريجننت مش هنقدر. ممكن نعمل سيرجيكال اكسيجن وكوترايزيشن كرايوثيرابي ليزر اي حاجه من الحاجات دي، وطبعا نعمل لها سيزيريان لو كانت ليجن اوبستراكتنج البيرث كانال. اي ثانك يو. ده فين باقي؟ خليكم معايا مش في حاجات ناقصه. سمعني يا حسين؟ يا دكتور سام سامع حضرتك. اصل جزء في حته من البرزنتيشن مش مقريه، معرفش ليه. الصوت بيقطع. هو ما فيش صوت اصلا عشان يقطع. فين الصوت عشان يقطع؟ احنا قربنا نخلص ان شاء الله، بس عشان عايزين ايه نخلصها لكم حتى. هو ده السيشن دي هتخلص، ما هي هتخلص واللي باقيين هكون انا اللي فاضل كام سلايد كده. ال اتش اي في والهيباتيتس بي مهمين يعني، ما لهمش كلام كتير بس لازم نسمعهم الكلمتين المهمين اللي فيه. تمام اكيد اعمل. نعم مش ريكارنت مسكارج يعني التوكسوبلازموزيس، الفكره اللي متاخده عنها ان هي اشهر حاجه تعمل ريكارنت مسكارج، بس الكلام ده مش مظبوط. هي بتعمل الكلاسيك ترايات بتاعها في الفيتس، ولكن هو عشان تلاقي عيانه عندها اكتف توكسوبلازموزيس وهي بريجننت، فده نسبتهم قليله جدا. واضحه النقطه دي ولا لا؟ لا، وده كلام مش هو الصح. انا ما قلتوش مش المسكارز بيحصل لو حصل ايرلي انفكشن، وخلي بالك عشان يحصل ايرلي انفكشن معناها انها ما تعرضتش ابدا، واول تعرض لها كان في البريجننسي. واضحه دي؟ ده قليل، نسبته قليله، لكن لو يكون عندها اي جي جي فخلاص شي از اميون، وده ميزه في التوكسوبلازما ان هو يا اما اميون. اكتر حاجتين عاجبني في التوكسوبلازما والروبيلا، وانس اميون اولويز اميون لايف لونج، فاهمني؟ لكن هي لو حصلت ايرلي، وده احتماله قليل، بتعمل ايرلي مسكارج لو حصل. المشكله لو حصلت ليه؟ تبتدي تعمل لي بقى المشاكل، بيبقى هيكمل مش هيبقى مسكارج، ويحصل الكلاسيك ترياد اللي اتكلمنا عليه والكلام ده.
واضحة النقطة دي؟ دكتور معلش، هو حضرتك كان قصد حضرتك ايه بالعلامات الاستفهام اللي جنب الالترا ساوند في التوكسوبلازما؟ الالترا ساوند في بعض الاحيان بيكون دياجنوستيك، يعني انا باحلف على اللي بيقوله. في التوكسوبلازما ات مايت معلش يا دوما الميتنج فصل. لا عادي عادي، انا كنت عارف ان هو هيفصل في النص. رجعنا تاني اهو. سامعني؟ يا دكتور واضح. يا دكتور تمام. كده حضرتك لو استر. تمام. مين بلال ده؟ لا ده بلال هو اللي هوست كده. لحظة ده بلال الهوست. مين بلال ده؟ ما حد بيفتح المايك انا بتلخبط في الاسماء. اللي بيمسك المايك على طول بيبقى هو الهوست. تمام كده يا دكتور حياتك لابسة. تمام؟ كان في حد تمام. بيتكلم على موضوع الالترا ساوند في الدياجنوزس. انا ليه عامل عليه علامة استفهام؟ هادون. ايوه. استنى هنشوف البرزنتيشن. شكرا لك جيد بتاع البرزنتيشن زي الظاهر. نيجي بقى ايه للهيباتيتس بي والاتش اي في معايا؟ الاثنين دول طبعا كل واحد فيهم عايز له محاضره لوحده. فاهمين طبعا. بتوع البطنه وبتوع المايكروبيولوجي كل قسم تقريبا هيتكلم عليه. فبالتالي انا ما حبيتش ان هم يبقوا لود عليكم قوي علشان ناخد منهم الجزء اللي يهمنا احنا بس في الموضوع. ولكن هم كدروس الهيباتيتس بي والاتش اي في طبعا درسين مهمين جدا وخصوصا الهيباتيتس. الهيباتيتس بي ده دي ان اي فيروس سبريدز باي انفكتد بادي سكريشنز او كونتامينيتد نيدلز او سيكشوال انتركورس، وليه مليون حاجه تدخل في المود اوف ايه؟ اوف انفكشن بتاعه. الفيرتيكال ترانسميشن بيحصل في 40% من حالات الكرونيك هيباتيتس بي فيروس انفكشن. خلاص؟ فيرتيكال يعني من المذر للفيت. Most of the cases بتبقى asymptomatic في الأول، شوية عندها headache وماليز ومش عارف إيه، وبعد كده تبتدي إيه؟ تدخل في اللونج تيرم بقى اللي هو كرونيك، وندخل في المشاكل بتاع الكرونيك. غالبًا بتكون في أول الموضوع asymptomatic، ممكن يكون mild fetus، وبعد كده يجي لها يا إما acute أو chronic hepatitis. لو الهيباتيتس بي، عارفين طبعًا ليه antigens كتيرة؟ الكور antigen والسيرفس antigen والإي antigen. لو الهيباتيتس بي سيرفس antigen is positive، وده اللي بنعمله سكريننج لكل البريجننت ليديز المفروض. فلو طلع بوزيتيف يبقى ابتدي نعمل لها كل حاجه. نعمل الاي انتيجين والكور انتيجين اللي هو السي انتيجين واب تو بي سي ار. لو كان ده بوزيتيف، لو ده نيجاتيف مش هنعمل حاجه. طيب الفيتال انفكشن ده بيكون ترانس بلاسنتال انفكشن وده بيكون رير، انما اكتر بيكون ديورنج فاجينال ديليفري وكونتاكت مع السكريشنز والبلاد بتاع المذر. يعني انه ينزل من المذر للفيتس ده ريرلي بيحصل. انما انه يحصل لما البيبي يبقى ان كونتاكت مع الديستشارج في الفاجينال ديليفري ده الاشهر. The transmission is almost absent لو كانت المذر positive for hepatitis B surface antibodies ونيجاتيف for الهيباتيتس B surface antigen. خلي بالكم من كلمه antibody وكلمه antigen. لو هي بوزيتيف نيجاتيف للانتيجين وبوزيتيف للانتي بودي
معناها ان هي عندها اميونيتي كويسه وغالبا مش بيحصل مشكله في الفيتس. النيونيتال هيباتيتس بي فيروس بيبقى ديفلوبس في حوالي 10% من الحالات. لو كانت المذر امتى بقى؟ بوزيتيف فور هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين اونلي، but the percentage rises to much more than 80% لو كانت بوزيتيف للهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين والهيباتيتس بي اي انتيجين كمان. يعني لو هي بوزيتيف للاثنين كانتيجينز مش انتي بوديز الاحتمال 80% ان البيبي يبقى عنده، انما لو هي بوزيتيف للسيرفيس انتيجين بس بتبقى اراوند ايه 10%. لو هي انتيجين نيجاتيف وانتي بودي بوزيتيف للاس اللي هو السيرفيس غالبا ما فيش ترانسميشن بيحصل. هنا بقى نيجي النقطة ايه، هتلاحظ كده الدكتور اللي كان بيسالني على علامات الاستفهام، لا علامات استفهام هنا العجيبه دي بقى ومفروض نحط فوق كمان نعمل لها سيزيريان سيكشن ولا لا لانها هيباتايتس. طبعا لو قدرنا نولدها نقول ما نولدها خلاص، مش انديكيشن ان احنا نعمل لها سيزيريان سيكشن اثناء الايه لانها هيباتايتس بي، ولازم كل حاله تقيم بحالتها، مش رول نحطه وخلاص. لان ما تنسوش كمان ان السيزيريان سيكشن ده اتكارز ريسك على الاوبريتور على السيرجيكال تيم كمان، ما نعرضهمش لان هم يجي لهم بيه بسبب ان احنا ما عندناش ايفيدنس وكده، يعني مرتاحين ان احنا نعمل لها سيزيريان سيكشن، الكلام ده مش مظبوط طبعا. نيونيتس شود ريسيف باسيف اميونايزيشن اللي هو الهيباتيتس بي اميونوجلوبولين و الفاكسين، ودول الاثنين بيتعملوا دلوقتي. الفاكسين ده روتين خلاص، كل عيانه بتتولد اي عيانه بتتولد حتى لو عندي في المركز بيروحوا ياخدوا، يعني حتى لو في البرايفت يعني بيروحوا ياخدوا الايه بياخدوا الفاكسين على طول او بتجي لهم الست تدوا لهم في المركز. لو المذر بقى هي بوزيتيف عارفين انها هيباتيتس بي بوزيتيف، فالعيل اول ما بيتولد النيونيت بياخد الاميونوجلوبين علشان نقلل احتمالات ان يجي له ايه يجي له كرونيك هيباتيتس بي. بريست فيدنج ولاحظ الدكتور برضه ان عليه ايه؟ عليه علامات استفهام. Is acceptable after the newborn receives active immunization والاميونوجلوبين. يعني اطمن على البيبي واخليه يرضع بعد كده عادي. خلاص اقويه احصنه وادي له الاميونوجلوبين وبعد كده يرضع. زمان كانوا بيقولوا it's not allowed وده هنشوفه في الاتش اي في، ولكن هنا ممكن يبقى ايه؟ يحصل لان بريست فيدنج لا غنى عنه طبعا. الهيباتيتس بي فاكسين في ميزه ضخمه جدا ان هو كيلد فاكسين، ده مش ليف اتنيويتد، فبالتالي نقدر نديه ديورنج بريجننسي لو ايه لو اتزنقنا له قوي يعني. ولكن ان جنرال لو ينفع نتجنب الفاكسينيشن ديورنج بريجننسي ونديها في اوقات اخرى مش هيحصل مشاكل مفيش مشكله خالص. الاتش اي في، الاتش اي في ده ار ان اي فيروس، وطبعا الديزيز اللي بيسببه اسمه الايدز او السندروم اللي بيعمله اللي هو الاوتوميون ديفيشنسي سندروم، والسبريد باي انفكتد بادي سكريشنز ونيدلز وسيكشوال انتركورس وحاجات كتيره قوي. البريجننسي داز نوت انهانس ذا بروجريشن اوف ايدز، يعني العينه اللي عنده ايدز سندروم وتشي جيت بريجننت ما بيحصلهاش انها تدخل مثلا في كومبليكيشن، مش شرط خالص. ان هو اصلا تصرفاته الايدز اصلا او الاتش اي في البروجريس بتاعه شويه انبريدكتبل وشويه نوت فولي اندرستود لغايه دلوقتي يعني. الفيتس بقى the majority of infected newborns are due to ingestion or contact with the infected secretions during vaginal delivery، ولكن الترانس بلاسنتال انفكشن بيحصل احيانا بس مش هو الكوم. ان elective cesarean deliveries which with intact membranes the chance of getting infected اقل من 5%. لو واحده تعمل cesarean لاي سبب وعندها انتكت ميمبرينز ومش متعرضين للفاجينا ديستشارج والكلام ده اقل من 5% احتمال انه يكون عنده اتش اي في. الفاجينال ديليفري والماتيرنال يعني ويز ماتيرنال بروفلاكسس ب الازيدوثايميدين، ايوه صح كده؟ ايوه ازيدوثايميدين دوا التشانس بتكون 10%، لكن لو ما خدتش بروفلاكسس التشانس بترتفع ل 30%. يعني شويه دراج طبعا ادويه الاتش اي في انا مش اوير بيها قوي يعني، بس ايه لو اخذت بروفلاكسز بيبقى التشانس اقل ان يحصل نيونيتال انفكشن. ك
كتير جدا من اللي بيتولدوا بيكون عندهم اي جي جي في النيو بورن نفسه، بس هو مش انفكتد، هو بس عنده الايه، عنده الاميونو جلوبولين عشان الباسج بتاعه ثرو ذا ايه، سو ذا للفيتس. يعني نيجي هنا للنقطه الثالثه او الرابعه اللي عليها ديبيت، ولكن هم هنا يعني حاسمين فيها ان البريست فيدنج دواء البريست بينقل او بيفرز الفيروس، وبالتالي ماست بي افويدد افويدد، مش زي بتوع الهيباتيتس بي زي ما قلنا. التريتمنت اول اتش اي في بوزيتيف وومن شود بي ان كومباينيشن تريبل انتي فايرال ثيرابي، لما يكونوا ايه، لما يكونوا بريجننت، تو نيوكليوتايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز، وواحد على الاقل من البروتيز انهيبيتور او ال ان ان ار تي ار. تمام يا اولاد؟ تمام يا دكتور، محاضره لطيفه مش كده؟ هي مش صعبه زي ما كنت متخيلها، هي مش صعبه، هي فيها شويه بيانات كتير، هي حفظ 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 كتير علشان خاطر، او مش حفظ كمان، انا ما بحبش الحفظ، عايزه ترتيب معلومات، ترتيب داتا علشان خاطر نعرف نجيب الايه، نجيب الداتا صح لو جت في السؤال بالظبط. بس وربنا يكرمكم العافية. استفدتوا حاجة يعني؟ اه يا دكتور طبعا والله. الفيس تو فيس احسن من الزوم بتاعكم ده. لا والله الزوم المرة دي كويس خالص. ربنا يكرمكم ان شاء الله. خلاص نشوفكم الثلاثة ان شاء الله. يا دكتور اخد حالة ايه؟ ايه؟ اخد حالة ايه من الثلاث؟ اللي عجبني نطلع عايزين اقول له هذا. النايب عفتني تاني خلاص، انتوا كبار دلوقتي، اللي يعجبكم خدوه نتكلم فيه. خلاص تمام. يعني شوفوا دلوقتي، ولو يا سيد انتوا مش عارف انا عند مين فيكم بصراحه. يا ريت تبقى عند بي 1. هنشوف ان شاء الله. ماشي. انتوا المفروض دلوقتي اللي شغالين نسا كل الدفعه؟ الدفعه كلها ماشيه بردي. كم واحد بقى؟ 600. 600 شغالين نسا يعني بياخدوا مع بعض يعني. ما شاء الله. كل واحد بيجي يوم، كل مجموعه يوم. ربنا يكرمكم ان شاء الله يا رب. اتمنى يعني ايه تكتبوه في ورقه، لان هو اللي مكتوب في الكابلن ما اعرفش بتذكره من الكابلن ولا لا يعني. بس اللي مكتوب فيه من البي دي اف، من البي دي اف مش كده؟ ده المصدر بتاعنا يعني، ما حدش فينا بيفتح كابلن تقريبا خالص، اللي هو بس اللي حابب ان هو يزود نفسه. كابلن. لا البي دي اف نفسه بتاع حضرتك يعني، بس ده طب تمام كويس انك قلت له، لان انا في حاجات لقيتها شويه كده ايه سوفيستيكيتد شويه ما رضيتش اكتبها، وفي حاجات ضايفها هنا. تمام. بس لموا دول بس يبقى تمام 100% ان شاء الله. تمام خالص يا دكتور. ربنا معاك. شكرا لك. يلا خلي بالكم من نفسكم. يا سلام. سلام. سلام.